فتقول لي سي السويني السميه والصفه وهذا وعطينا على المهرجان. دير لي هكا ولا شي حاجه باش نسخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حسن السويني رئيس جمعيه افاق ومبادره التراث التنميه، وهي الجمعيه المنظمه بشراكه وتنسيق مع جامعه خيسا موسم مساكن خيسا ايام 27-28-29 غشت 2022. هذا الموسم في هذه السنه هو موسم استثنائي لاعتبارات كثيره. اولا انه سيشهد بعض الفقرات لم تكن من قبل. ثانيا انه في ظرفيات قليله وظرف زمني قليل، ورغم ذلك سيكون ان شاء الله ناجحا بحكم استطلاع الراي ديال الاخوان الزوار. ثالثا انه سيسهل تكريم بعض الشخصيات التي ناضلت من اجل الجماعه ومن اجل الوطن كما سنرون. اذا برنامج الموسم افتتاح يوم السبت 27 غشت 2022 ابتداء من الساعة 5 مساء بتلاوة آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها تضييد النشيد الوطني. ثالثا كلمة السيد رئيس جماعة أو مجلس جماعة خيسا النقيب الأستاذ محمد البشيري. رابعا كلمة رئيس الجمعية، ثم بعد ذلك أهازيج الشعبية وفي الهيئة لانطلاق الموسم، ثم بعد ذلك طلقات بعض السربات تلقى لكل سربات مشاركة كافتتاح للموسم. في الليل أو في العشية يوم 27 أمسية روحية لفرقة صوفية، هي الصرقيين وهي فرقة صوفية محلية. في اليوم الموالي 28 غشت 2022 أي صباحة يوم الأحد افتتاح في أهازيج الشعبية، ثم استئناف التمولدة إلى غاية الظهر. بين 3-4 يوم الأحد 28 سباق كلاب الصيد فن سلوقي أو نوع سلوقي من 3-4 يوم الأحد ويوم الإثنين من 3-4 في الوقيتة اللي كتكون الحركة أو كنت مريضة واقفة لشدة حرارة الشمس، تتكون ديك واحد السباق استعراضي لكلاب الصيد نوع سلوقي، وهي جمعية محلية وتشارك على المستوى الوطني. بعد ذلك استئناف تمريضة يوم عشية يوم الأحد في الليل أمسية من الأهازيج الشعبية وفي الهيت وسهرة مع في الهيت. في اليوم الثالث وهو يوم الختامي استئناف أهازيج الشعبية ثم التبوليدة إلى غاية الظهر، ثم من 3-4 كما سبقت إشارة سباق استعراضي لكلاب الصيد نوع سلوقي من 3-4 في 5 حبل تكريم شخصيات وتسليم الشواهد التقديرية. حبل تكريم 4 شخصيات، أولها محمد البشيري، ثانيا الحاج طيب نسعي، ثالثا جيلاني بوعيد، رابعا حاج علال بن الحاج. علاش اختارينا هاد الأسماء؟ كلهم توفوا رحمهم الله. أولا محمد البشيري باعتباره قيد مستشار للجماعيين بجماعة خيسا من سنة، هو من مواليد 1929 وتولى الاستشارة الجماعية منذ سنة 1960 إلى غاية 1992. توفي رحمه الله سنة 1993، وكان مقاوما، تعرض للاعتقال من طرف سلطات الحماية الاستعمارية الفرنسية رفقة الحاج طيب نسعي ومجتمع القايد، وكذلك الحاج الجيلاني بولعيد، عفوا ماشي الحاج، الجيلاني بولعيد. هاد الثلاثي تعرضوا للاعتقال من طرف سلطات الحماية لأنهم رفضوا أن يقروا على وثيقة التي كانت تتداول بين خوانا منهم عبد الحي الكتاني وكذلك التامي القلاوي الذين كانوا يفرضون علينا سلطان مزعوم منهم محمد عرفه، فرفضوا وكانوا متشبثين بالسلطان الشرعي والسلطان محمد الخامس طيب الله طرح، فكانوا من اول مرادين لانهم كانوا مخالطين في حزب الاستقلال انذاك. هذا الثلاثي محمد باشيري كان كما قلنا قائد مستشاري من سنه 1960 الى 1992، ثم الحاج طيب الوسعي الذي كان مستشارا فلاحيا وعضوا عضو نائب سلالي، ثم بالاضافه الى انه سمات كبيره جدا من اجل تنظيم موسم ساكن خيسا طيله حياته الى ان توفي رحمه الله سنه 2021.
كما انه كما قلنا تعرض للاعتقال مرتين من طرف سلطات الحمايه، ثالثا جلال بن عيد يعتبر كذلك من المستشارين الذين نظروا، كذلك كان مقاوما تعرض للاعتقال رفقة المرحوم محمد البشيري، وكذلك الحاج طيب الوسعي توفي سنة 2006 وكان انتهى من مهمة او من تولية الاستشارة الجماعية سنة 1992. ثم كذلك الشخصية الرابعة وهي الحاج علال بن الحاج رحمه الله، اللي كان كذلك من قيدومي المستشارين او رؤساء الجماعة الترابية دخيسة، اذا تولى رئاسة المجلس ابتداء من سنة 1978 بعد صدور الظهير المتعلق بالجماعة الترابية الى سنة 1992، وهي التي توفي بها رحمه الله الحاج علال بن الحاج، وكان من وجيهان من اعيان القبيلة، وكان محترما مقدرا مقدرا من طرف القبيلة، وتوفي بسبب حادثة رحمه الله هؤلاء الأربعة. سنكرمهم إن شاء الله عشية يوم الاثنين ابتداء من الساعة 5 مساء، وسيتم تسليم الشواهد التقرير على جميع المشاركين. وكنشكر مثل نيوز على هذه التغطية وعلى تتبعها لفقرات موسم ساكن دخيسة. كلمة ختامية وهي أننا نرحب جميعا بجميع الزوار، وكذلك كل من أراد أن يتفرج في فن التبريدة وأن يشاركنا بهذا العرس السنوي الذي تنظمه جماعة دخيسة وهو موسم ساكن دخيسة. وغدا إن شاء الله موعدنا في الافتتاح، كما أؤكد كذلك في ختام هذه الكلمة بأن جماعة دخيسة ساكنة وإعلاما وكذلك فاعلين جمعويين ومستشارين يقدمون الإخلاص والولاء للسدة العالية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، مؤكدين بأننا متشبتين بالعرش العلوي المجيد، وداعين الله تعالى أن يحفظ مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس صلى الله وأن يحفظه من كيد الأعداء ومكر الخائنين، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشقيقته المسؤولة صاحب السمو الملكي الأمير الله خديجة، وباقي أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. الله يبارك في سيدي، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالقناة الإعلامية اللي غتغطي موسم مساكن دخيسة، موسم مساكن دخيسة اللي كان كيعقد من كل سنة في هذا شهر غشت من كل سنة، فنظرا لظروف الجائحة اللي مر بها العالم توقف هذا الموسم لفترة 3 سنوات، فالآن غدا كاين افتتاح فعاليات هذا الموسم هذا، وإن شاء الله كنتمناو لهذا الموسم أنه يكون ناجح بامتياز إن شاء الله، ليكون التطلعات ديال المواطنين وديال الساكنه وديال الجماعه وديال الضيوف كذلك والزوار لهذا الموسم هذا. وشكرا. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. جماعه دخيسة ان شاء الله راجع للموسم ديال مساكن دخيسة 34 صربة، وان شاء الله قايمين بالماء والبال والشعير، ومرحبا بهم، والصربة اللي جات عندنا مرحبا بها، ونكبروا بهم ونعاونوهم ونديروا معاهم اللي بغاو، ودون ان شاء الله الامور على خير وبخير. وعاش الملك.